والمحبة التي يحملها الباحثون والمقارب والمثقفون للأستاذ محمد الأشعري. وبعد كل الذي سمعناه والذي قيل في حقه وفي إبداعاته بمختلف أصنافها، حان الوقت لكي نصغي إليه وهو لا أقول يرد أو يعقب، ولكنه يرد التحية بما يراه مناسبا، ولن تنقصه البلاغة ولن الفصاحة ولا اللطف. فليتفضل السيد الوزير الأستاذ محمد الأشعري ليختم جلسات ندوة خير للإذاعة. لهم جميعا أقدم باقة الشكر وامتنان لأنهم أعادوا كتابة النصوص التي كتبتها بطريقتهم الخاصة، وربما أمتعوني بها أكثر مما أمتعتهم بنصوصي، فلهم الشكر. المبادرة التي تفضل بها الصديق معالي الوزير الأستاذ محمد بن عيسى هي أولاً مبادرة لا تخص شخصي المتواضع فحسب، فمنذ سنوات ومنتدى أصيلة يكرس هذا التقليد الجيد الذي لا يلجأ إلى تكريمات ظاهرية جوفاء، بل يستدعي المنجز الأدبي والفكري والفني لعدد من الفاعلين الثقافيين في بلادنا. أنا سعيد بالحضور في هذا اللقاء الذي دأبت مؤسسة منتدى أصيلة على تنظيمه كل سنة، وتحاول من خلاله أن تحضر المنجز من النصوص الأدبية والفكرية والعمل الفنية ومحاورتها حوارا جديا لا يكتفي بالإطراء الشكلي، ولكن ينفذ إلى العمق وإلى طرح الأسئلة الحقيقية حول الأدب وحول دور الأدب في مجتمع مثل مجتمعنا. وقد سعدت بالاستماع إلى عدد من النقاد اليوم الذين استحضروا بعض أعمالي، وأنا متأكد أن استماعي إليهم سيحفزني على ارتياد آفاق أخرى في العمل الأدبي. أول شهادة بالمناسبة تعطى لإنسان يكرم في خيمة الإبداع. والجميل فيها أن الذي كتب هذا النص فنان آخر، خالد الساعي. سوري اسمحي، سوري. بعثنا له النص وخططه وأعاده إلينا، ويقول النص: إن الأمانة العامة لمؤسسة منتدى أصيلة تقديرا منها لإبداعات الشاعر والكاتب والروائي الأستاذ محمد الأشعري، وإشادة بما راكمه من أعمال مميزة في مختلف الأصناف الأدبية من شعر ورواية وقصة قصيرة ومسرح، ومن كتابات ذات قيمة حول الجماليات والفنون البصرية، واعتبارا لما اتسمت به كتابته الصحفية من حمولة ثقافية وعمق فكري، فإنها قررت منح الأستاذ محمد الأشعري درع الإبداع والتميز، وذلك بمناسبة تكريمه في ندوة خيمة الإبداع المنعقدة في أصيلة يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024. واستحضارا لرفيقنا المرحوم محمد المليحي، هذا عمل أخذناه درعا نعطيه لمن يستحقه، وهذا
أرجو أن يبقى معك ذكرى لبني أصيلة. في المشهد الثقافي المغربي والعربي أيضا، فهو ترأس اتحاد كتاب المغرب حين كانت هذه المنظمة في أوج عطائها لمدة 3 ولايات، ومنها انتقل إلى العمل الحكومي حين عين وزيرا في مارس 1998 وزيرا على قطاع الثقافة، وبقي يزاول هذه المهام الحكومية إلى غاية أكتوبر 2007، أي لمدة 10 سنوات. عرفت فيها الوزارة على عهده عدة مشاريع ثقافية ناجحة حملت بصمته ككاتب وكشاعر وكرجل متمرس بالعمل الثقافي الميداني. فإذا المداخلات في الندوة كانت متكاملة ما بين الجانب الشعري والجانب الروائي والجانب القصصي والجانب المسرحي في كتابته، وبين مساره أيضا ككاتب صحفي وكمسؤول سياسي له مكانته الاعتبارية في الساحة الوطنية المغربية. الأشعري ليس شخصا غريبا عن الحقل، وأحد رواده وأحد الفاعلين فيه وأحد صانعي هذا المشهد منذ عقود طويلة، سواء قبل المسؤولية الحكومية أو بعدها. هو جزء أصيل منه لأنه كاتب، ووظيفة الأساسية له هي أن يسهم في انتعاش الثقافة المغربية وأن يسهم في الارتقاء بمجموعة من أجناسها، من الشعر إلى الرواية إلى المسرح إلى مختلف الأشكال التعبيرية الأخرى التي مارسها ويمارسها. هذا الاحتفاء هو تحية رمزية من مؤسسة منتدى أصيلة وكذلك من أصدقائه للتعبير على تقديرهم لعمله ولتقديرهم لشخصه وتقديرهم لهذا الرصيد الذي استرسل في الزمن لعقود طويلة. شكرا. لقاؤنا اليوم هو لحظة إنسانية استثنائية يتم فيها تكريم قامة إبداعية وصحفية من عيار ثقيل تتعلق بالروائي والشاعر والإعلامي الأستاذ محمد الأشعري، ووزير الثقافة حيث تحمل من جانب المسؤولية السياسية هذه المهمة، وقد قام خلالها بإنجازات كثيرة لصالح الفنانين ولصالح الثقافة. اليوم نلتقي كذلك لتكريم والاعتراف بهذا المنجز الروائي والقصصي والشعري لمحمد الأشعري، وهي لحظة وقف فيها جميع المتدخلين عند خصائص هذه التجربة وارتباطها بالهم والانشغالات العامة في جميع أوجهها الإبداعية، في الصحافة، في المسرح، في القصة وفي الشعر. Thank you.